بالبارت 3 شفنا كيف منعمل configuration للرب. بهالبارت رح ناخد سيناريو تاني ونمشي فيه. رح ناخد سيناريو جديد بهالبارت. غينا الـ IP addresses لنقدر نشرح أكثر عن الـ automatic summarization. بهالتوبولوجي عنا ثلاثة classful networks. واحد ansa2.30.0/16 يلي مقسم ل ansa2.30.1.0/24 و.2.0/24. اثنين anf2.suite.4.0/24 يلي مقسم ل anf2.suite.4.8/30. هلا منطقيا وبالواقع كل ما قلوا الراوتس بالراوتينج تيبل، كل ما الراوتر صار أسرع يلاقي الراوت المناسبة ليبعت عليها الباكيت. So summarizing several routes into a single route is known as route summarization أو route aggregation. وقت نستعمل الكوماند router rip ونحط النتورك ansa2.30.1.0 لحاله rip بيخدها classful وبيقلب النتورك ادرس ل ansa2.30.1.0. rip هو classful routing protocol، مما بيعني انه هو automatically رح يعمل summarization للنتوركس. It will automatically summarize classful networks across major network boundaries. اردوب هالتوبولوجي عنده interfaces باكثر من classful network. هيدا بيخلي أردو يكون boundary router برب. ال boundary routers برب summarize rip subnets من one major network to the other. So updates من ansa2.30.1.0 وال2.0 وال3.0 networks will be automatically summarized into ansa2.30.0 وقتا ينبعتو من serial interface 00A تبع أردو. ع أردو إذا منكتب show IP route بيطلع لنا هالتابل. Classful routing protocols مثل rip v1 ما بيحطوا السبنت ماسك تبع النتورك بالراوتينج ابديت، بس الراوتينج تيبل بتسيف الريب في 1 راوتس مع النتورك ادرس والسبنت ماسك. سو كيف بيعرف نتورك ماشي على ريب في 1؟ يستنتج اي سبنت ماسك يستعمل وقت يكون عم بيزيد راوت على التيبل تبعه. الجواب بالبارت 5 رح بحكي مفصلا عن الرولز فور بروسيسنج ريب ابديتس. Thank you.